فبتاكد بيه عن طريق ايه؟ ان اتاكد من صحه توقيع الشخص اللي منسوب لي شيء. انا مش شايف الشخص اللي اصدر الشيء، صح؟ ان انا لو شايفه هو مش محتاج يعمل تشيك اصلا. هو يسحب من الاكونت بتاعه بفوتو اي دي، خلاص؟ وبعدين ايه؟ يدي الشخص المستحق. لكن انا دلوقتي مش عايز اروح البنك معاك، فبعمل ايه؟ بكتب لك شيء. فانت دلوقتي رايح بتكليم ان الشيء ده طالع من مين؟ مني انا الحقيقه. خلاص؟ فلازم الاول البنك يتاكد ان الكليم ده صحيح. ان الادعاء ده ادعاء ايه؟ صحيح. فبتاكد ده ازاي؟ بنتحقق من ان فعلا التوقيع ده توقيع مين؟ يعني يبقى هو هنا الهدف النهائي كان ايه؟ كان المسج اوثنتيكيشن. والهدف الفرعي كان ايه؟ الانتيتي اوثنتيكيشن. لكن ممكن العكس. انت بتخش على سيستم، خلاص؟ وبتدخل يوزر نيم والباسورد. الهدف النهائي ايه؟ ان السيستم يتعرف انك انت فعلا الشخص المطلوب، صح؟ لكن الهدف الفرعي يتحقق ايه؟ انه يتاكد من صحه الباسورد اللي انت مخزنها في السيستم، صح؟ يبقى هما الاثنين دايما مربوطين بايه؟ مربوطين ببعض. دور بقى الثاني للتراستد بارتي زي ما قلنا قبل كده، اربيتريتور. اربيتريتور هنا اللي هو ايه؟ ديسبيوت ريزولوشن. ديسبيوت يعني نزاع، ريزولوشن يعني حل النزاع. ديسبيوت ريزولوشن يعني حل الايه؟ النزاع. يعني معناها لما يحصل تنازع بين الطرفين، لما يكون اي نوع من انواع التعاون الالكتروني، يبقى لازم يكون في طريقه ان احنا نثبت ان ترانزاكشن معينه حصلت او لا. فدي برضه هيبقى دور مين؟ التراستد سيرفر بارتي. عندنا بقى ثلاث ايه؟ ثلاث بدائل ممكن نأدي بيهم الفانكشن الوظيفه دي. اول حاجه التشفير. التشفير في حد ذاته هو حفاظ على المصداقيه، لانك لما بتشفر رساله لازم يخش في عمليه التشفير صم سيكريت انفورميشن. فالسيكريت انفورميشن دي هي تعتبر تحمل في طياتها تاكيد على مصداقيه الرساله، لان الشخص اللي عايز يعدي في محتويات الرساله دي لازم يعمل ايه الاول؟ لازم يفك شفرتها ويعدل فيها ويرجع يشفرها مره ثانيه، صح؟ فهو ما عندوش السيكريت ايه؟ انفورميشن. بس هنا بقى احنا خدنا نوعين من الانكريبشن، سيمتريك واسيمتريك. في السيمتريك الدنيا واضحه، انا اكس اتفق مع واي على سم كومن كي، خلاص؟ هما الاثنين مستخدمين. فلما اكس يحب يبعت حاجه لواي ويشفرها بالكومن كي ده، هو هنا بيحقق البرايفسي، ان محدش تاني يقدر يتطلع على محتويات الايه؟ يطلع على محتويات الايه؟ الرساله، لكنه ضمن كمان حقق الاوثنتيكيشن. ليه؟ لان الكي ده محدش يعرفه غيره. لو الطرف الثاني فك الشفره ولقى رساله اديني جنبه حاجه مفهومه، ما كانش حد يقدر يعمل دي غير مين؟ غير واحد معاه الكي. فبما ان انا وانت متفقين على الكي ما حدش يعرفه غيرنا، يبقى اكيد الرساله دي جايه مني ولا لا؟ واكيد كمان ما اتعدلتش، لان اللي هيعدلها كان لازم يفك الشفره الاول ويجيب البلين تكست يغير يجري عليه التعديل المطلوب ثم يرجع ايه يشفرها تاني. لكن في البابليك كي في الاسيمتريك بقى الوضع مختلف. لما باجي احافظ على الخصوصيه واجي اكس مع الواي بيشفر بمين؟ بالبابليك بتاع واي، خلاص؟ فدلوقتي لو اي حد في السكه شاف الرساله دي مشفره محتاج البرايفت بتاع واي عشان يفكها. هو ما عندوش البرايفت بتاع واي، فكده انا حافظت على الخصوصيه. تمام؟ لكن ده ما يثبتش المصداقيه، لان البابليك بتاع واي از نوت سبوز تو بي اسكت. فاي حد يقدر يطلع رساله، يعني انا دلوقتي هبعت رساله، انا ايهاب هبعت رساله طالعه من محمد ورايحه لاحمد، او فروم محمد تو احمد، خلاص؟ بلا بلا بلا، وكاتب بقى فيها شويه حاجات، خلاص؟ وفي الاخر مشفر الرساله دي بالبابليك بتاع مين؟ بتاع احمد. حققت الخصوصيه؟ محدش في السكه يقدر يطلع. لكن تعالى دلوقتي احمد فك الرساله دي بالبرايفت بتاعه. هل ده يؤكد له ان الرساله دي جايه من محمد؟ لا. فالحل وقتها ان انا اشفر بالبرايفت بتاعي وهو يفك. اتفقنا في الاصل بتاعك لو شفرت باي واحد من الاثنين كيز، لان دي كانت اكسبوننشيشن، صح؟ انت بترفع الاسره
الترتيب في الاس شايفه يعني اكس اس اي الكل اس بي هي نفسها اكس اس بي الكل اس ايه. يبقى معنى كده لو شفرت ال1 وزكيز ورجعت فكيت الشفره بالكيب تاني حوصل في النتيجه في الحالتين لايه لنفس النتيجه ان انا استردت الايه البلندكس الاصلي صح. يبقى انا دلوقتي هشفر بايه بقى بالبرايفت بتاعي. بس هل انا كده اقدر احقق الخصوصيه؟ لا، لان لما اشفر البرايفت بتاعي كل الناس معاها البابليك بتاعي تقدر تطلع على محتوى الايه محتوى الرساله. انا بقى ساعتها لازم اجمع الاثنين، يا اما ارجع اشفر الرساله دي بالسيمتريك كي بيني وبين الشخص اللي بيستقبل، او اشفرها بالبابليك كي بتاع المستقبل خلاص بعد ما اكون وقعتها، او اعكس واشفر وبعدين ايه اوقعه. تاني الجزء ده يا دكتور انا مش هدخل فيه قوي لان حطوه حته صغيره كده مع دكتور جمال صح؟ ان انا عندي في الاي بي هيدر في عندي حاجه اسمها انكابسوليتد سكيورتي بيلود، وعندي حاجه اسمها اوثنتيكيشن هيدر، اقدر احط ده قبل ده او ده قبل ده على حسب هشفر وبعدين اوثنتيكيت ولا اوثنتيكيت وبعدين اشفر تمام؟ طيب لكن الرساله لما بكون مش غرضي الخصوصيه وعايز اوقع رساله، فالرساله المفروض في الحاله دي تظهر للمستخدم في صوره بلين تكست. فالبلين تكست ده لو انا شفرته هحتاج ابعت الرساله الاصليه والرساله والتوقيع، فكده معناها ان التوقيع هيبقى از لارج از اوريجينال مسج. مش منطقي ان انا يبقى عندي دوكيمنت مثلا واحد بيعمل دوكيمنت من 10 صفحات فعشان يثبت ان الدوكيمنت ده منسوب للشخص صاحب الصلاحيه لتوقيع المستند ده يقوم يحط توقيع في 10 ايه؟ صفحات. لازم التوقيع دايما يكون حجمه صغير وملوش علاقه بحجم الرساله الايه؟ الاصليه. فعشان كده بيجي لنا حاجه اسمها هاش فانكشن. الهاش فانكشن دي از وان واي فانكشن. يعني سكه اللي يروح ما يجيش ما يرجعش. عباره عن فانكشن بدخل عليها الرساله بتاعتي فبتعمل لها كومباكشن بحيث انها تبقى ليميتد لحجم معين، والحجم ده هو اللي ايه؟ اللي انا بشفره، وبالتالي هو ده عمليه التوقيع اللي بتتم بالشكل ده كله هيبان. هو انا بيبقى معايا رساله مشفره والبلينت يعني معايا السايفر. احنا دلوقتي سؤال كويس جدا عشان ارجع ااكد على النقطه دي. احنا دلوقتي عدينا الخصوصيه خلاص. فانا الجمله اللي قلتها بتاعت ان انا اقدر اجمع بين الاوثنتيكيشن والبرايفسي دي خلاص بالنسبه لي انا فاهم اعملها ازاي. دلوقتي انا داخل بعمل ايه؟ اوثنتيكيشن. يعني بحاول احقق ان رساله معينه مرسله من شخص لشخص بحاول احقق ان الرساله دي الشخص اللي مستقبل الرساله كود فيريفاي ان الرساله دي اوثنتيك بمعنى انها جايه فعلا من الشخص اللي هي منسوبه اليه بدون ما يتم عليها اي ايه؟ اي تعديل. ففي الحاله دي الرساله بالنسبه لي بلين تكست ولا سايفر تكست؟ بلين تكست، لكن هستخدم الانكريبشن عشان اوقع الرساله. فانا اللي انا بقوله دلوقتي ان ما ينفعش التوقيع يكون از بيج از اوريجينال دوكيمنت. ما ينفعش التوقيع على دوكيمنت يكون بنفس الدايمنشن بتاع الدوكيمنت الايه؟ الاصل. مش منطقي، افرض انا الدوكيمنت ده افرض ان انت بتعمل اتفاقيه دوليه في 10,000 صفحه. يبقى معاهم كمان 10,000 صفحه توقيع ولا هو توقيع فورما صغير؟ توقيع محدود. فهنعرف دلوقتي مع بعض ازاي ان احنا قبل ما نوقع رساله هنضغطها لحجم معين وبعدين نوقع الجزء المطلوب ده. طب ازاي هنفيريفاي؟ كل ده هيبقى معانا مع الوقت. دلوقتي دي الريكويرمنتس. اول حاجه الديسكلوجر ان الرساله دي تكون موجودة في صورة البلينتكس بتاعتي، خد بالك ده عكس البرايفسي، لو عايز احقق الاثنين يبقى لازم اعمل الوظيفتين. أنا دلوقتي لازم الرسالة اللي أنا بعملها اوثنتيكيشن تظهر لي في صورة البلينتكس، لأن البلينتكس ده هو الكليم. خلاص؟ يعني
سيلينج يبقى كده بقى ايه؟ بليد تكست صح؟ شايف ان ده شيك ب 10000 جنيه. ممضي منه. دلوقتي بقى عايز يروح يصرف الشيك ده من البنك. يبقى نسينا البرايفسي خلاص صح؟ ما هو الشيك بقى في حوزه الشخص. يبقى دلوقتي ننسى البرايفسي. خلاص لو عايز تعمل برايفسي عرفنا هنعملها ازاي. دلوقتي انا عايز اتاكد ان الشخص اللي بيدعي ان الشيك ده في حوزته انه فعلا الشيك ده صادر من الشخص اللي مكتوب ايه؟ اليه. تمام؟ يبقى معنى كده لازم المعلومه تكون بلين. اللي هو ديسكلوجر. تمام؟ انا مش مهم الترافيك اناليسيس هنا، مش مهم الماسكريت، لكن انا يهمني كمان اتاكد من الكونتنت موديفيكيشن. لازم اتاكد ان الرساله ما حصلش فيها تعديل في الايه؟ في المحتوى. زي مثلا واحد وقع رساله، مش ممكن يجي واحد بعد كده ويكشف ويغير حاجه او يضيف رقم؟ بتعمل انت ايه وقتها؟ اولا لو انت اللي عامل كده ما عندكش شيء تاني لازم تمضي جنب الايه؟ جنب التعديل صح؟ لو هو دي اتفاقيه وعدلت فيها حاجه لازم عملت كوركت مثلا كتبت لازم تكون ماضي جنب الايه؟ جنب التعديل بتاعك صح؟ لو هو رقم تكون حاطط شرطتين كده فاكرين لما بعمل لكم نتيجه وستين كنت جايب ماينس حاجه؟ الشرطتين اللي على الشمال دول ليه؟ عشان انا مديك درجه 1 ديجيت ذات كود بي تشينج تو 2 ديجيت يعني مثلا درجه من 10 خلاص. فلو انا حطيت واحد ممكن تحط على اليمين صفر صح؟ ولو حاطط صفر ممكن تحط على الشمال واحد. لكن لو انا مديك 9 من 10 مش محتاج احط شرط انك انت يو نيفر بي ايبل انك انت تغير الايه الدرجه. فالشرط دي بنعملها ليه؟ عشان نتاكد ان ما حصلش برضه لازم تبصوا عشان برضه نفهم حاجه مهمه قوي. العمليه فيري سيمبل. كل اجراءات السكيورتي اللي بتتم من الاف السنين بين الهيومنز احنا النهارده بندرس بس ازاي نحول ده الى الكترونيك فورمات. يعني المصداقيه دي هي دي حاجه احنا بنخترعها ولا موجوده من الاول؟ هو احنا لما نعمل دلوقتي توقيع رقمي هو قبل كده ده اول توقيع المشاريع تعرفه؟ ولا طول عمر التوقيع ده هو وسيله لاثبات المصداقيه؟ طول عمر التوقيع موجود. بس دلوقتي عايزين نشوف الكلام ده يتم ازاي واحنا بنتحرك الكترونيا مش شايفين بعض اصلا. خلاص؟ هو ده اللي احنا بنحاول ايه؟ نوصله. طيب. يبقى انا صحيح المسج هتبقى بلين تكست لكن التوقيع نفسه لازم يكون سايفر لان لو التوقيع بلين. لو التوقيع بلين يبقى كود بي موديفايد. التوقيع ده هو يعتبر الايه؟ الوسيله اللي انا اتاكد من مصداقيه الرساله. طيب انا هعمل انكريبشن بغرض الايه؟ بغرض التوقيع. هنا بيشرح الجزء اللي انا قلت لو احنا هنستخدم انكريبشن وهنا بيشرح لو احنا عملنا بابليك كي يبقى لازم نعكس يبقى لازم نوقع نشفر بيه البرايفت كي. وهنا بقى ابتدي يشرح انه اذا كنت انا هوقع رساله فلازم التوقيع بتاعي small enough independent of the size of the original ايه؟ مسج. فيشرح حاجه اسمها مسج اوثنتيكيشن كود. يقول المسج اوثنتيكيشن كود ده is a code that is generated by an algorithm that creates a small يبقى دي اهم حاجه fixed size يبقى هو small وfixed معناها انه independent of the message ايه؟ سايز. مش لما الرساله حجمها يتضاعف يكون التوقيع كمان ايه؟ حجمه يتضاعف. لا مهما كان حجم الرساله حجم التوقيع ايه؟ ثابت. حجم كداتا فوليوم. تمام؟ حجمه هو اللي ثابت، لكن التوقيع لازم يتغير لو غيرت الرساله او غير الشخص اللي بيوقع صح؟ والا يبقى التوقيع مالوش معنى. لان هو بيربط حاجتين ببعض، بينسب رساله لشخص صح؟ يبقى معناها لو انا عملت رساله مختلفه لازم ناتج عمليه التوقيع يطلع ايه؟ مختلف. ولو انا نفس الرساله اصدرها شخص اخر برضه لازم ناتج عمليه التوقيع يكون ايه؟ مختلف عشان اقدر اميز الحاجتين صح؟ والا لو انا بميز الشخص بس يبقى ما بقتش فرق انه يكتب 10000 من 100000. يبقى لو كتب 10000 يطلع توقيع ولو كتب 100000 يطلع توقيع تاني. يبقى انا كده لو لعبت في البليد تكست وخليت ال 10000 100000 مش هقدر اتاكد ان ده التوقيع ده سليم على ودي بقى حاجه مش موجوده في الايه؟ في التوقيع اللي اون بيبر صح؟ انا في التوقيع اللي اون بيبر قلنا لو انا محافظ على المحتوى ده وانا موقع التوقيع ده هو بيس
تشيك يطبق على اي دوكيمنت، اتفاقيه، عقد، اي خدمه، تذكره الكترونيه. واحد دخل عايز يحجز تذكره طيران، خلاص، فهو هيوقع الطلب بتاعه هيدخل فيه كريدت كارد نمبر بتاعه عشان يبقى تشارجد ويوقع. فلما التوقيع ده شركه الطرف الاخر اتاكد ان التوقيع ده سليم، واتاكد من الكريدت كومباني اللي هي فيزا وماستر ان الشخص ده الرصيد بتاعه يسمح بالعمليه دي، هيقوم سحب الايه؟ الفلوس. طب عايز بقى دلوقتي يبعت لي ايه؟ تيكت، صح؟ هيبعت لي ازاي؟ هيبعت لي بلين تكست عادي خالص، في ان انا حاجز الرحله الفلانيه اللي هي من القاهره الى مش عارف فين في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه في الدرجه الفلانيه، لو ليا طلبات معينه طلبتها، كل ده مكتوب في الايه؟ في التيكت. يعني لو انا طالب اوفر ويت في الوزن مثلا هيبقى مخصوص عليه، لو طالب ان انا مثلا اخد سبيشال نيد في الفود او اي، كل ده مخصوص عليه جوه الايه؟ تذكره. ثم عشان انا اقدر اكليم السيت بتاع الطياره واكليم كل السيرفيسز اللي انا طلبتها، يبقى لازم تكون التذكره دي موقعه من الطرف الايه؟ الجهه الثانيه، يعني كان اولوز تشيك، هو الطرف الاخر كان اولوز تشيك ان ده توقيعي، وانا كمان اقدر اتشيك ان التيكت ده موقع بايه؟ موقع من شركه الطيران مثلا. التشيك دي بقى اقدر اخدها اعملها برنت اوت التيكت دي خلاص، واروح اقدمها في الايه؟ في المطار خلاص. لا اي حد عايز التشيك دي، في نسخه الكترونيه منها موجوده على الداتا بيس، فاي حد عايز يتاكد ان التيكت دي مظبوطه هيقدر ايه؟ يتشيك التيكت دي مظبوطه وان انا الشخص اللي مظبوط. ما ده معناه دكتور بالنسبه للموضوع ولا حاجه؟ لا ده معناه بالنسبه لو هو العميل ده هياخد تشيك في البنك ولا حاجه. لو هياخد مثلا ب 10000 جنيه، ال 10000 جنيه دول ثابتين ليهم؟ بص الستيتمنت على بعضها بقى، ادفعوا لاربع سنين، ما هو خد بالك، طب 10000 جنيه لمين؟ طب ما انا ممكن اغير واخليها لحساب واحد تاني، صح؟ لو التوكن ده وقع في الضيق، لو ما كانش التوقيع فانكشن في المحتوى، انا هاخد الرساله دي، انا قاعد في النص بين دي وبي، هاخد الرساله دي زي ما هي، لو التوقيع ما هوش فانكشن في المحتوى وغير في المحتوى خلاص، يا اما لو انا صاحب المصلحه هغير المحتوى ازود الصفات، لو انا شخص طرف اخر هغير المحتوى اشيل اسم واحط اسم. لازم اي تغيير في محتوى الرساله ينتج عن توقيع في الايه؟ التوقيع الاول، لان ده مش توقيع، ده عباره عن كود هيطلع في الاخر، فلو الكود ده ما اختلفش يبقى هنا المشكله، صح؟ هو يعني كده حجم التوقيع ثابت من اختلف التوقيع هو ايه؟ لا حجم التوقيع هو اللي ثابت، يس، هتشوف مع بعض ازاي الحجم ده، لكن دلوقتي لازم نبقى فاهمين، ما الاول انا بشرح اي حاجه لو كونسبت شويه بعدين نخش في الايه؟ في التفاصيل، فلو ما فهمناش الكونسبت تبقى مشكله، مش كده انا بقعد اركز واقول مره واثنين وثلاثه واربعه، لان التفاصيل انا لو ما قلتهاش اصلا هتقراها هتلاقي عاملاها اتس فيري سمبل انجينيرنج بروسس، يعني ما هياش حاجه معقده، لكن لازم نفهم الكونسبت. خدوا بالكم يا جماعه تاني، انا بعمل شويه بروسيسنج، بشفر حاجه باستخدام كي، انا عايز اقول ان الناتج عمليه التشفير ده لازم يتوقف على حاجتين، على الحاجه اللي بشفرها وعلى الايه؟ على الكي، لان الكي ده بيمثل الشخص. لو كان هو ما بيعتمدش على الكي يبقى معناها ان انا اقدر اخد شيخ طالع من اكس بنفس محتواته كده خلاص واخليه طالع من واي، يبقى ما ينفعش، يبقى لازم الشخص يبان. ولو كان ما بيعتمدش على المحتوى يبقى اخد شيخ طالع من اكس واغير محتوياته، سواء في القيمه بتاعته او في الشخص اللي هيستفيد من وراه، مش لازم الاثنين يخشوا في الايه؟ في الموضوع. ازاي ده هيتم؟ لكن الجزء اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بحاول اخلي الاول التوقيع ده يبقى فيكسد ايه؟ فيكسد صح. نعم؟ يعني دلوقتي، يعني دلوقتي اذا احنا دلوقتي خدنا ادفاع لامر اكس واي زد مبلغ قد كده، الجمله دي كجمله، لو انا شفت دي از بيت ستريم خلاص؟ وانا قصدتها وحضرتك قصدتيها، الجزء ده مختلف بيني وبينك؟ لو ان عمليه التوقيع ما بتعتمدش غير على الجزء ده بس، مش ده معناها ان انت ممكن تاخدي حاجه صادره مني او حد تاني تاخد حاجه صادره مني ويعملها على صادره من عندك انت؟ صح؟ يبقى لازم يكون الاول بيعتمد على ان انا اللي ماضيت ولا انت اللي ماضيت. طيب دلوقتي بقى انا ماضيت حاجه، لو ما كانش الرضا دي بتتوقف على الحاجه اللي موجوده فوق، اصل خدي بالك ده الفرق، دي الكترونيك فورمات،
مسج خلاص واعمل لها سب بروسيسنج مع الكي والناتج اعمل له كونكاتينيشن مع الايه؟ مع المسج تمام؟ طيب لو انا عايز ابريفاي البروسيس دي هعمل ايه؟ مش هعمل العكس مش هعمل ده انا هاخد نفس القصه هاخد المسج ده لو هو سيمتريك كي واعمل لها بروسيسنج مع نفس السيمتريك كي خلاص واخد الناتج اقارنه بالتوقيع الملحق بالرساله if they are match يبقى معناه كده ان التوقيع ده ايه؟ صحيح لان الكي ده محدش يعرفه غير انا وانت تمام؟ يبقى انا لو استخدم سيمتريك كي هنعمل ايه؟ انا هاخد الرساله الاصليه واعمل لها سب بروسيسنج انا ليه بقول بروسيسنج عشان انا لسه هكتشف ده مش تشفير بس خلاص استخدام الكي المتفق عليه وابعت حاجتين ابعت البلين تكست وابعت الناتج بتاع البروسيسنج ده اللي هو هنسميه سيجنتشر تمام او هنسميه هنا الاثنتيكيشن كود ده لسه لم يرقى بعد ان هو يكون ايه سيجنتشر تمام وبعدين الناحيه الثانيه الفريفاير هيعمل ايه ديستنيشن هياخد الجزء البلين تكست العادي ده ويعمل عليه نفس البروسيسنج ويقارن اذا طلع التوقيع اللي هو حسبه او الاوثنتيكيشن كود اللي هو حسبه مطابق للاوثنتيكيشن كود اللي هو استلمه يبقى ده فعلا جاي من عندي اذروايز يبقى ايه؟ هيبقى ريجكتد. هو هنا في الجزء بتاع السورس انا اللي عملته مع كي التوقيع بس صح؟ يس يعني انا بعت البلين تكست عادي والتوقيع هو اللي ما نقعدش بقى كل شويه بنفكر نفسنا ان انا كده بخصص خصوصيه. احنا انا عارف ازاي هقدر احافظ على الخصوصيه بعد كده صح؟ يا هشفر الرساله بعد ما اوقعها يا هاخد الرساله بالتوقيع بتاعها واشفرها بس ساعتها بقى مش بالبرايفت بتاعي بالبابليك بتاع الطرف الثاني بس انا مش عارفين كام في الكلاود. دلوقتي بقى عايزين نخش جوه الايه؟ جوه السي صح؟ مش احنا عملنا سم بروسيسنج سميناه سي فكان المسج اوثنتيكيشن كود هو عباره عن سي كي اوف ام سي كي اوف ام سي اللي هي البروسيس نفسها وكي هو المفتاح بتاع تنفيذ البروسيس دي والام هي الايه؟ الام هي الرساله. فمثلا ابسط حاجه هنا يبقى التوقيع في الاخر هيطلع مطابق ولا لا؟ لو ان اللي بعت حد
نمشي الاول نتدرج ونفهم ان السيمتريك كي ده مشكله. خد بالك بقى السيمتريك كي احنا قلنا من الاول في مشكله سكيلابيلتي. تخيل بقى احنا كلنا عايزين نوقع مع بعض. كل بير مننا لازم يتفقوا على كي مختلف. وبالتالي انا ماليش توقيع ثابت. ده انا بوقع على حسب انا ببعت لمين. صح؟ وهو كمان بيتشكل التوقيع على حسب هو الرساله دي منسوبه لمين. فعمليه معقده ليه؟ معقده جدا عشان كده مش عايز ادوس فيها قوي. لكن الفكره بقت واضحه صح؟ ان انا عملت حاجه بتعتمد على الكي اللي احنا متفقين عليه. فانت قاعد تتاكد من شخصي تعتمد على الكي بس عشان انت قاعد تتاكد ان المحتوى ما اتغيرش. تمام؟ وفي نفس الوقت حجم التوقيع هيبقى ثابت لو مش هلاقوا عدد البروجرام. يبقى انا حققت كل الاغراض ولا لا؟ حققت كل الاغراض. انا قسمت الداتا لبلوكس.
لغايه اخر بلوك ده هبعته مع الرساله كلها اللي بقى الان بلوكس كلهم. الان بلوكس مربوطين بلين ومعاهم ال 64 بت الاخرانيين دول. دلوقتي بقى انت عايزه تتاكدي انها جايه مني. هتعملي نفس الخطوات بس محدش يعرف ايه ده غير انا وانت. صح؟ فلو عملت نفس الخطوات هيحصل ماتش. لو حد في السكه غير اي حاجه هيحصل ايه؟ ميس ماتش وبالتالي هيحصل ريجكت. السيجنتشر سيستم از باينري ديسيجن سيستم. يعني هو في الاخر الريسيبيانت او الفيريفاير احنا بنسموه الفيريفاير خلاص بياخد قرار يا اما بان هو يكسبت السيجنتشر او يريجكت السيجنتشر مفيش حاجه ثالثه. هنا بقى هينقل لو انا هستخدم الايه؟ البابليك كي. لو هستخدم البابليك كي الاسيمتريك يعني. دلوقتي بقى هاجي ايه؟ هاجي الرساله المسج هعمل لها هاشنج، هنشوف الهاشنج ده بعد شويه. خلاص؟ الهاشنج ده بغرض ان انا ايه؟ انا مش هقسمها بقى بلوكس، الرساله دي عندي وحده واحده. خلاص؟ هعمل لها هاشنج، فالهاشنج ده هيكتب عني ان الرساله دي تبقى كومباكت. خلاص؟ هياخد الجزء الكومباكت ده ويشفره ايه بيبعت لمين؟ هيشفره لو بصي هتلاقي مكتوب ايه؟ بي ار اي. يعني البرايفت بتاع مين؟ بتاع ايه؟ بتاع المرسل. تمام؟ الناتج يعمل له كونكاتينيشن، العلامه دي يا جماعه معناها ايه؟ يعني يلحق بيه، يعني تبقى يلحق بالنص الاصلي. برضو انا بركز تاني انا مش بحافظ على الخصوصيه هنا. يعني اللي هتنشغل على عينك يا تاجر كده نص اصلي بيقول ان ايهاب بيؤمر بدفع مبلغ كذا لفلان. خلاص؟ بس معاه ملحق بيه توقيع ممضي بالبرايفت بتاعي ده. طب دلوقتي بقى ما اقدرش امشي فورورد زي هناك زي السيمتري لان الطرف الاخر معهوش مين؟ البابليك بتاعي فهيضطر يمشي في مسارين. هياخد التوقيع ويعمل له ديكريبشن بالبابليك بتاعي، مش ده المفروض يطلع الخارج بتاع اتش؟ وهياخد الرساله اللي هي ام اللي هي بلين تكست تاعت ويعمل لها هاشنج لان الهاشنج ده اسمه سيكريت. مش ده هيطلع برضه خارج اتش؟ ويقارنهم ببعض. نقول كمان؟ طيب يبقى انا دخلت الرساله في السندر دخلها على اتش. اتش دي بمنتهى البساطه حاجه بتضغط. فهي دخلت رساله كبيره قوي خرجت حاجه اصغر بكتير لكنها فانكشن في الرساله دي. خد بقى الحاجه اللي دخلت دي هي كده لسه مفيش خصوصيه مفيش اسف مصداقيه لان اي حد يقدر يعمل هاش دي صح؟ لكن انا هاخد الهاش دي مش هبعتها. انا هبعت ايه؟ هشفر الهاش دي باستخدام البرايفت بتاعي والناتج هبعته مع الرساله. دلوقتي اللي واصل للفريفاير كام حاجه؟ حاجتين رساله وتوقيع. مش هينفع يمشي فورورد لغايه ما يقارن ناتج الرساله بالتوقيع المره. فهيمشي سكتين في نفس الوقت على التوازي. هياخد التوقيع ويفك شفرته بالبابليك بتاعي. دي يقدر يعملها اي حد ولا لا؟ اي حد يقدر يعملها. ويقارن وياخد الرساله ويعملها هاشنج. يقارن الاثنين ببعض. مش كده السيستم بقى ايكوفلنت ببعض؟ فالمفروض يطلع ماتش ولا لا؟ طيب دلوقتي افترضنا بقى ان في واحد جه في السكه وتاكد ان ده توقيع. خلاص؟ عنده رساله هي بلين تكست. هياخد الرساله بلين تكست ويغير في المحتويات ويدخلها على الاتش اللي هي الهاش فانكشن. يقدر ولا لا؟ بس محتاج انه يشفرها بالبرايفت بتاعي. طب ساب التوقيع زي ما هو ما شفرهاش. الفيريفاير بقى ساعتها لما يستقبل هيحصل ايه؟ ميس ماتش. صح؟ لان الناتج بتاع اتش هيبقى الايكو بتاع اتش اختلف. بس هو ممكن يعني فالناتج بتاع اتش اختلف. انليس ايوه انا عارف انت عايز ايه. انليس ان هو يقدر طبعا مع السبيس الكبير دي هتبقى صعبه قوي. ان هو يقدر من الرساله دي يختار رساله ثانيه تكون بالصدفه تدي نفس الايه؟ نفس الدور بتاع اتش. تقول لي ده ممكن اقول لك اه ليه؟ ان ما دام اتش اصغر في السبيس ما دام السبيس بتاع اتش اصغر بكتير من السبيس بتاع ام يبقى معناها زد مور ذان 1 ام ذات وود جيف ذا سيم اتش صح؟ ما هو السبيس اصغر صح ولا لا؟ يعني افترض ان ام دي 64 بت واتش 16 بت فال 64 بت لهم 2.64 احتمال وال 16 لهم 2.16 احتمال صح؟ يبقى معنى كده ان دي قد ايه 16 مره معناها ان كل 16 ام في 16 بت هيدوا نفس الايه؟
الاتش، بس it has to coincide ان الام اللي تدي نفس الاتش تكون تدي معنى. ما ممكن يعمل كوربشن بس ما يعني ممكن الرساله التعديل اللي هو عايز يجري على الرساله مش هيجيب نفس الايه؟ ممكن تعديل نفس الرقم او حاجه، فمش مش هتدي نفس الملف، ممكن تعديل رقم الروز. اه بالظبط، لو هو قدر يعمل حاجه زي كده يبقى هو دلوقتي عمل ايه؟ عمل كوربشن بس للرساله. اه لكن هو كده قدح في الانتجريتي لكن ما قدحش في الايه؟ في المصداقيه، لان هقدر اكتشفها. دكتور هو احنا كده يعني اتش بيستخدم يعني استخدمنا ده؟ نعم. يعني ليه حطينا اتش؟ ما انا هقول لك دلوقتي، هقول لك قلنا حطينا اتش علشان انا عايز اخلي حجم السيجنتشر صغير ولا يعتمد على حجم الايه؟ حجم الرساله الاصليه. في اللي قبليه كان حجم السيجنتشر كان كبير. اه الوضع هنا كان مختلف تماما. الوضع هنا انا سبت المسج لبروكات وخدته عند اكس و ان صح؟ اه واداني برضه سيجنتشر. ما كنتش اقدر اعمل دي في الثانيه ليه؟ لان دي بتعتمد على ان احنا الاثنين عارفين نفس الكي، فاحنا الاثنين هنمشي فورورد. خلاص؟ لو انا باخد واحد اكسبلورنج واخش يبقى انا كده دخلت جوه السيستم، جوه السيستم بتاع الديسك، جوه كل اللوك بقى المفصل. يبقى عشان يفيريفاي كان بيعمل هنا ايه؟ كان بيمشي نفس خطواتي عشان هو يعرف نفس المعلومه اللي عندي صح؟ هنا هو ما يعرفش نفس المعلومه اللي عندي لان احنا عددنا كبير قوي ما نقدرش نتفق مع بعض، فانا اضطريت اعمل ايه؟ احتفظ نفسي بسكت انفورميشن خلاص؟ وفي كي تاني اديته لكل الدنيا. فما يقدرش يمشي في نفس الاتجاه بتاعي. طب يصغر السايز ازاي بقى؟ عن طريق الاتش دي اللي هتبدل دلوقتي. انا بس بدور على هو هنا حاطط طبعا الشابتر اللي بعده هو اللي هيجيب النهايه الحاجات الادفانس، لكن هنا حاطط فيري سيمبل 10 10. نفترض دلوقتي ان انا عايز اضغط رساله خلاص؟ زي ان انا رساله عايز ايا كان حجمها اخليها دايما تخرج 64 بت مثلا. ابسط طريقه ان انا اعمل ايه؟ اقسمها بلوكات كل بلوك 64 واعملهم كلهم اكسورين مع بعض. اكسور الاول مع الثاني والناتج مع الثالث والناتج مع الرابع مع الخامس وهكذا. وبعد ما عملتش ده وانا بشفر ما ينفعش. لو عملت وانا بشفر لازم هو يمشي نفس السيكونس معايا مش هيفرق. ده انا خدت كل ده والناتج النهائي خالص هو ده اللي خدته. شفرته بالبرايفت بتاعي صح؟ فهو هياخد الناتج النهائي خالص اللي مشفر البرايفت بتاعي ده وفك شفرته بالبابليك بتاعي. دي سكه، والسكه الثانيه هياخد الرساله الاصليه الكبيره دي ويقسمها للركاب بنفس الطريقه اللي انا قسمت بيها. اربعه في ثلاثه ويجمعها اكس فور مع بعض. مش المفروض هيوصل نفس النتيجه؟ فيقدر يعمل ايه؟ هيقدر ده از سمبلست واي. عشان كده بقول ايه؟ ان انا دي فيري سمبل فسهل انه يعمل عليها اناليسيس ويكسرها، فعشان كده بقول انه محتاج حاجه مور سترونجر، وده اللي هو موضوعنا في الشابتر الايه؟ في الشابتر اللي جاي. يعني احنا ممكن ناخد جزء من الشابتر اللي جاي عشان انا بدل ما اخد الثلاثه شابترز على ثلاث محاضرات انا عايز اروح احضر، بس ما اخدناش 15 ساعه. معلش انا مش هاخد الشابتر اللي جاي كله، انا هاخد بس حته منه علشان اقدر اخلص الجزء ده على محاضرتين. سيبكم يا جماعه والله سيبكم من الامتحانات، بكره لا هقدر، لا بكره هتندموا على الحاجه اللي بتقولوا دي. انا عايز انا اخر فرصه نقفش فيكم فيها صح؟ كل اللي باقي اربع محاضرات. دي واحده منهم صح؟ فخلوني بقدر الامكان احاول اقطع شوط كبير عشان انت تخرج تبقى سامع. على فكره كل اللي انا هجيبه ده هتبقى لسه العمليه يعني يا دوب سامع سكيورتي. عشان لما تخش تاخد كورس مثلا اسكال هاكينج في معهد قوم الاتصالات هو يبقى فرض من الحاجات الاساسيه دي عندك. خلاص؟ فاستاذنكم انا هفوت السلايدز الباقيه ما لهاش واخش على طول على طيب دي طريقه مورس
واي المفروض واي ال اه دي 1 دي مع كلمه دي 1 دي غلط. هم عددهم ال بلوكس، كل بلوك فيه بي بتس. يعني هو افترض ان الرساله ام دي هقسمها ل ان بلوكس بي بلوكس، ال بلوكس كل بلوك فيه ايه؟ بي بتس. وهياخد، عارفين ال عارفين الراندوم نمبر جنريتورز؟ مش بدخل حاجه اسمها السيت اللي هو ايه؟ اللي هو اول رقم في السيكونس بتاع الراندوم نمبر. خلاص؟ اول رقم ده هيسميه الانيشال فيكتور. الانيشال فيكتور، تمام؟ هياخد الانيشال فيكتور ده مع البلوك الاولاني ويدخله على فانكشن اسمها اف، هنشوفها بعد شويه، اللي هي الكومبريشن، بتعمل الكومبريشن. والناتج هيبقى ده الفيكتور نمبر 1. يبقى الفيكتور نمبر 0 ده السيد بتاعي. ده السيد بتاع القصه دي. وبعدين الفيكتور نمبر 1 هياخده مع البلوك الثاني ويدخله على الايه؟ على اف عشان يطلع الفيكتور نمبر ايه؟ فو وهكذا. يبقى ستيب رقم ال هيبقى داخلها واي ال وسي في مين؟ ال اللي طبعا ال بلس 1. نعم؟ هنشوفها دلوقتي. بس انا عايز اقول ايه؟ ان انا مش هحط از ميني random bits as the original data. انا هحط بس ايه؟ مع اول ايه؟ مع اول بلوك، حاجه هسميها انيشال بيت. وبعدين random number يعني random number. يس وبعدين الناتج دايما هاخده هو الراندوم نمبر بتاع الايه؟ بتاع المرحله اللي بعدها. ادي مثلا عندي هنا مسج. خلاص؟ هنا دي اسمها سكيور هاش الجوريزم داش 512. 512 دي اللي هو طول الهاش دايجرام، طول الاكسكيوشن كود دايجرام. يبقى كده الاكسكيوشن كود طوله سالب كام؟ 512 بيت. هو مفترض هنا خلاص انه طول المسج ال بيتس ايا كان الايه؟ ايا كان المسج الاصليه طولها وليكن ال بيتس. هيعمل ايه؟ هيضيف حاجتين، اولا هو عايز يوصل ان في الاخر الجزء اللي يعمله كومبريشن يبقى طول من مضاعفات ال 1024. مضاعفات 1024 بت. يبقى معنى كده لما اكون انا عارف ال هشوف المفروض اضيف كام بت عشان اوصل العدد لايه؟ ل 1024. لكن كمان هحتاج فيه اكتب فيه ال الاصليه. اكتب فيه ال الايه؟ اللي هو طول المسج الايه؟ الاصل. خلاص؟ فالفيلد ده هيبقى طوله ثابت 128 بت، يبقى كاني هجمع 128 زائد ال واجمع عليهم اقرب رقم يوصله من مضاعفات 1024، خلينا رقم ثابت. خلي طول المسج دي 500 بت. وانا هوصف ال 500 بت دي ب 128 بت. تمام؟ يبقى انا كده عندي كام بت؟ 628. خلاص؟ يبقى لازم اوصلهم على الاقل لكام؟ ل 1024. يبقى هضيف وحايد اصفار هنا في النص بحيث يبقى عدد البيتس الاجمالي كام؟ 1024. طب انا اعرف مين طول المسج قصدي كان فين؟ من ال ال فيلد بقى. انا كاتب قيمه ال. يبقى معنى كده ان اطول طول للرساله الاصليه لازم يكون 2.5 ايه؟ 28. طبعا 2.28 ده ايه؟ معناها ان الدوكيمنت خرافي، مهما كان طول الرساله هقدر في 128 بت اوصف ايه؟ طول. معقول كمان ولا واضح؟ انا دلوقتي عندي رساله، انا عايز اسيب الرساله الدوكيمنت اللي انا بوقعه عايزه يكون زي ما يكون. عايزه يكون اصل انا ممكن ما اكونش بوقع كاركترز. ده انا ممكن اكون بوقع على فيديو. ممكن اكون بوقع على اي تايب اوف داتا. فيكون زي ما يكون، هيكون ال بتس. الشرط الوحيد دلوقتي اللي باين لي في الجوريزم ده ان طوله لا يتجاوز 2.128 بت. لان انا هوصف طوله في كام؟ في 128 بت. يعني هوصف ال اللي هو اللينس اوف ذا مسج، هوصف ده في 128 بت. فليهم كام احتمال؟ 2.128. فده معناه ان انا ما شاء الله 2.128 ده رقم كبير جدا. معناها اي كان يوز ذيس الجوريزم تو ساين اي رساله مهما كان حجمها. خلاص؟ لكن دلوقتي انا لازم الرساله الكليه اللي هشفرها تكون مضاعفات ال 1024. فهاخد تكون الرساله ال واجمع عليه 128
واشوف اضيف قد ايه عشان اوصل لاقرب مضاعف ل 144. يعني افرض الرساله كانت مثلا 1000، ف 1128 يبقى كام؟ 1128 يبقى لازم ازود لغايه ما تبقى 2048، تمام؟ بحيث دايما تبقى مضاعفات من ايه؟ 1024. طب ليه بيعمل كده؟ ال اللي ببعتها عشان اعرفه حجم المسج الاصلي. نعم؟ ال اللي ببعتها من مين؟ انا ببعت ال عشان ابعت حجم المسج الاصلي. يعني لو جاله العدد مثلا 2000 وحاجه وبعت له رقم يعرف انه ياخد دول وبعد كده. هي المسج الاصلي هي الجزء ده. لان في الاخر خلي بالك، في الاخر اللي هيوصل الناحيه الثانيه مش القصه دي، اللي هيوصل الجزء الكومباكت ده بس، فلازم عارف القصة الأصلية كانت قد إيه. تمام؟ دلوقتي بقى هاخد الناتج الكلي ده، أنا متأكد من حاجة واحدة بس، إنه مالتبل من الـ 1024. فلو قسمته لبلوكات كل 1024، كل بلوك 1024، أكيد الناتج النسبي ده هيبقى عدد صح ولا لأ؟ هاخد بقى أول بلوك وأدخله على الفانكشن اف. خلاص؟ داخل لها 1024 داتا بيتس و 512 اللي هم الانيشال ايه؟ نعم. حجم البلوك الواحد 1024 يتساوي. انا الرساله الاصليه تكون زي ما تكون. بس انا عملت الحسبه اللي قلتها لي فوق دي عشان افضل ان الناتج النهائي ده كله اليونت دي تطلع مضاعفات الايه؟ ال 1024. فبالتالي لما اسيبها بلوكات كل 1024 يطلع على عندي عدد صغير من الايه؟ من البروكسي. وانا هخش جوه تشين. عارفين التشين رياكشن كده؟ انا هخش جوه بص عماله بتتكرر لغايه ما اخلص الرساله كلها. هدخل الاول 512 بت انيشال فيكتور وهنشوف الاف اللي هي في الاخر هنخش لها 1024 512 عشان تطلع كام؟ 500 هنشوف ده دلوقتي. 512 برضه. هاخد ال 512 دي واعمل لها اكس اورينج على 512 اللي انا بجيب منها. بقت دي اتش 1. هعمل لها اف مع البلوك التاني. والناتج اعمل له اكس اورينج مع اتش 1 بقى ده ايه؟ اتش 2. اعمل له اف مع البلوك التاني. لغايه امتى؟ لغايه اخر بلوك. الناتج بتاع اخر بلوك ده بقى هو ده الهاش بروف. فدايما هيبقى طوله كام؟ 512. عشان كده 512 دايما هيبقى طوله 512 بت. تمام؟ انا هنتفي بالجزء ده النهارده، مش هكمل الشابتر ده لان انا مش محتاج ترتيب اللي جاي غير اللي انا واقف عليه، لكن هتفرق معاك قوي لو انت كملت جراي. خلاص؟ يعني انا مش محتاج من شابتر 12 غير الجزء اللي انا وقفت عنده. خلاص؟ لكن انت هتفرق معاك انك انت تكمل جراي في الايه؟ كم متراكش؟ انا لسه ما مشيتش. يس 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 انا هاخد الهاش كود ده بقى اللي هيبقى في الاخر خلاص اشفره بالبرايفت بتاعي عشان اجنريت السيجنتشر وابعته مع الرساله بلينتكست عادي خالص.